بدأت قبل قليل انتشار الجزء الثاني من تمثال رمسيس الثاني الذي اكتشفته البعثة المصرية الألمانية الأثرية المشتركة والعاملة بالمطرية. هذا وكانت قد نجحت الخميس الماضي في استخراج رأس تمثال رمسيس الثاني وتمثال نصفي لسيتي الأول. مشاهدينا، نتابع الآن على الهواء مباشرة أعمال انتشار الجزء الثاني من تمثال رمسيس الذي اكتشفته البعثة المصرية الألمانية والعاملة بالمطرية. كانت قد نجحت الخميس الماضي من استخراج رأس تمثال رمسيس الثاني وتمثال النصفي لستي الأول.